لهذا قال الله عز وجل: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة. تذكره بأصله، ليش كتكبر؟ فإذا هو خصيم مبين يخاصم ويجادل في الله. قال لك الله قاع ما كاينش، تكذب، هو عارف كاين. كان ذكر بعض الملاحدة القدامى قال: كتبت مقالة الساعة الثانية صباحا في إنكار وجود الله، فانتهيت منها فذهبت للنوم لم أستطع أن أطفئ المصباح، خايف يدير به الله شي حاجة. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. قال الله عز وجل، انظر إلى هذا التعبير القرآني: فإذا هو خصيم مبين. هذا إذا تتسمى في العربية إذا الفجائية، إذا الفجائية بمعنى أنه هذا شيء مفاجئ، هذا عجب من نطفة. فإذا هو بسم الله هو لك يقول لك الله ما كاينش، هذا شيء مفاجئ، هذا عجب. فإذا هو خصيم مبين، هذا شيء يثير العجب. فإذا كونك من نطفة مناسب للعبودية. ثم الهيئة، نحن لسنا كأمثال الجبال. هذا إنسان متر وثمانين، متر وتسعين، جوج متر وكاع. ولا تمشي في الأرض مرحا، إن لك أن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل كان الإنسان قد جبل يقضى يعجبه راسه، لكن خلقك الله وجعل فينا يعني على هذه الصفات التي أذكره ليكون ذلك أقرب إلى العبودية، أقرب، سهل عليك، يعني ميسر عليك تكون عبد ذليل لله عز وجل. ثم غير ذلك من قلة العلم، أنت ما عارش ماذا تكسب غدا، ومن ضعف الحيلة ومن الفقر، ومن هذه الصفات كلها تؤهلك أن تكون عبدا للملك. أنت ذليل حتى يعزك، وأنت فقير حتى يغنيك، وأنت ضعيف حتى تتقوى به. لا تملك شيئا لنفسك، لا تملك لنفسك ضرا ولا نفعا. فهذا كله يجعل العبودية بالنسبة لك هي الكمال. العبودية يتحقق بها كمالك. فإن أبى العبد أن يكون عبدا لله عز وجل عاش الذل والفقر والمهانة والاضطراب، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. يكون عنده قال فلوس، يكون عنده اللي بيكون، تأتيه ابتلاءات لا تحل بالمال ولا بالقوة ولا بأي شيء، لا يكون حلها إلا صبرا ينزله الله ويفرغه على قلبك. إنتاج المسلم الأمازيغي. لا تنسوا الاشتراك في قناة المسلم الأمازيغي والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد.